أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في سوريا. الآن مسيرة إسرائيلية استهدفت بصواريخ شديدة الانفجار مساء أمس الأحد فيلا للفرقة الرابعة قرب بلدة يعفور بريف دمشق، لكن لم ترد معلومات حول وقوع خسائر بشرية حتى الآن. الموقع العسكري المستهدف يتبع لإيران وميليشياتها في المنطقة، إذ كان يتردد عليه عناصر من حزب الله اللبناني وعناصر إيرانية، لكن شائعات انتشرت حول اغتيال ماهر الأسد في استهداف فيلا تتبع الفرقة الرابعة. ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، يترأس الفرقة الرابعة ويعتبر أحد أهم شخصيات الجناح الإيراني في سوريا والمقرب من حزب الله اللبناني. المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إنها رسائل تحذيرية وصلت إلى ماهر الأسد، وإنه سيكون هدفا لإسرائيل في حال نقل السلاح إلى لبنان، في حين نفت مصادر صحة الأنباء عن إصابة ماهر الأسد في يعفور لأنه لم يتواجد في الفيلا لحظة الاستهداف وكان خارج دمشق. الفيلا كان يتردد إليها قيادات من حزب الله والحرس الثوري الإيراني وفق مصادر من المرصد السوري للمعلومات. إسرائيل عبر عملياتها المحدودة في سوريا تحاول تطبيق حصار على حزب الله وعناصره في لبنان من خلال منع الإمدادات عبر سوريا، إضافة لضبط تحركات الحزب من وإلى لبنان. حول هذا الموضوع يسعدني أن أرحب بضيفي الأستاذ فراس ديبة المحلل السياسي. أستاذ فراس، بداية أهلا وسهلا بك. أهلا بك وأهلا بالسادة المشاهدين. أهلا بك أستاذ فراس. إذا ما تحدثنا عن محاولة اغتيال ماهر الأسد ولكنه لم يكن موجودا في الفيلا، بداية ما هي المعلومات المستجدة في هذا الملف؟ المعلومات بخصوص استهداف فيلا في منطقة يعفور كانت متضاربة في المرحلة الأولى حول أن ماهر الأسد كان موجودا أو غير موجود. من خلال البحث والتواصل مع العديد من المصادر والمعارف في العاصمة السورية دمشق، هناك مصادر متعددة غير متقاطعة أكدت أن ماهر أصيب وأن إصابته طفيفة، لكن فعليا هناك إصابة وكان موجود في الفيلا التي يملكها في يعفور، وتم إسعافه بشكل مباشر، وكما ذكرت الإصابة كانت طفيفة من الأساس، يعني لم يكن هناك خطورة عليه. يعني ماهر الأسد كان موجود في الفيلا وماهر الأسد أصيب ولكن إصابة خفيفة أو طفيفة وتم إسعافه. نعم، حسب المصادر التي تواصلت معها في دمشق وبعضها مصادر عسكرية أكدت أن الإصابة حصلت.